الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية، قال وهو يتكلم عن الفرق والجماعات والأحزاب التي كانت في عصره، قال رحمه الله: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخص المطالب، ويكفيك أن الذي عندهم ليس على الحق ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه للبعض، وأن الحق واحد لا يختلف فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن الذي من عند الله سبحانه وتعالى لا يختلف فيه. وقد رأينا في هذا الزمان أقواما يتبادرون الفتية من قبل أصحابها، و يقومون أقوال أهل العلم وليسوا في القافلة إلا أذنابها. ولما اجتمع في الناس عجز وضعف عن سؤال العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، كان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن العجيب في هذا الزمان ما ترى ممن ألزموا أنفسهم بالأثر الصحيح ومنهج أهل الحديث ثم يخالفون المنهج قاطبة وبكل تفاصيله. فكما علمنا من أهل الحديث أن المتروكين والمجروحين والوضاعين والكذابين لا يؤخذ حديثهم، ورأينا أناسا يتهمون بعض الناس بالضلالة والزندقة وربما الكفر، ثم يقومون أقواله ويعدلونها في جرح الجماعات، كما هو حاصل اليوم على الشاشات الانترنت التي شتتت شملهم ومزقت جمعهم. وهل بقي علم الجرح والتعديل على ما كان عليه؟ بل قد تعدوا الحدود في كلامهم وتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، فاغتابوا أنفسهم وأكلوا لحوم بعضهم وفرقوا وأصبحوا شيعا وأحزابا. وإن العجيب ممن تراه قد أتى الله سبحانه وتعالى قد هداهم، والله جل جلاله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإن كثير مما رأينا ممن الله سبحانه وتعالى وفقهم وخرجوا في سبيل الله وجعل الله الهداية على أيديهم، ممن تربوا في أحضان هذه الدعوة المباركة التي أحيت السنة في الأمة والتي أعادت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة، فحمد لله هي بريئة هذه الدعوة المباركة. أعني بمن قصدوا أنفسهم يخرجون في سبيل الله عز وجل يبلغون دين الله عز وجل. قد الحمد لله طهرت أيديهم من دماء المسلمين، والحمد لله قد طهرت بطونهم من أموال المسلمين، والحمد لله قد طهرت ألسنتهم من الثلب في المسلمين حتى وإن كانوا أهل معاصي وكبائر. فوالله ليس دندنهم السلب السب ولا الشتم ولا الضلالة. وهؤلاء مثلهم ممن خرجوا في سبيل الله ثم انتكسوا على هذه الدعوة الأمة المباركة، عقوا أمهم، ما مثلهم إلا مثل العربية التي وجدت ذئبا وكان صغيرا فربته حتى تربى عند هذه الشاة شاة لها، ثم رضع منها حتى كبر هذا الذئب وأصبح بلغ أشده، فرجعت العربية وإذا بالذئب قد بقر تلك الشاة، فقالت العربية مستعجبة: وهذا من هذا الذئب؟ قال: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. والعجيب ممن قال أن الخروج مع أهل الدعوة لا يعلم. نعم، إن كنت تعني بعلوم الآلة المبتدعة التي مشى عليها العلماء، وأقصد بذلك المبتدعة أي أنها حادثة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام وما علمهم هذه العلوم، إذا أردنا أن نلزم أنفسنا بمنهج البدعة وأن كل ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين الأربعة أنه بدعة، سندخل في الحرج. لكن أنا أقول بغض النظر أن هذه العلوم التي تتبعها العلماء بالتتبع والاستقراء واستخرجوها، الذي يطالبون الناس اليوم يطالبون أن نعلمهم الأصول ونعلمهم هذه المصطلحات التي ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق. فقد جاء في الصحيح أن رجل قال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ربيعة، قال: يا رسول الله،
عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسألني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ولقد رأينا ممن خرج في سبيل الله وإن لم يتتبع هذه الأصول وهذه علوم الآلة، لأن ليس الكل سيفهمها، لكنهم هم دكتوراه في ذكر الله عز وجل، دكتوراه في غض البصر، دكتوراه في الأخلاق والحفاظة هذا اللسان من السلب، من السب والشتم في أعراض المسلمين. نعم أصبح عندهم بر والدين، وعندهم قيام ليل، وعندهم خشوع. هذا العلم الذي تذكرونه لما قال الإمام أحمد رحمه الله إن معروف الكرخ، قال من نسأل بعدك؟ قال اسألوا معروف الكرخي رحمه الله أحد التابعين. قالوا يا إمام عندهم العلم شيء؟ قال العلم كل العلم عنده. قال وما عنده؟ قال عنده خشية الله. هكذا علمهم سلفنا الصالح. والعجيب الذين يطلبون من الأمة أن تحفظ هذه النصوص، والله ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعدهم بحفظ هذه النصوص التي هي علوم الآلة، التي لا بد أن يحفظها إلا أهل الاجتهاد حتى اجتهدوا في المسائل. أما أن نطالب كبار السن والعوام في هذه العلوم الآلة، فهذه تترك لطلبة العلم الذين خصصوا أنفسهم لهذا العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم للصواب، وأن يسلم ألسنتهم من الطعن في المسلمين. وأما الخلاف الذي يدور، فإن أهل الدعوة الحمد لله كما شهد لهم العلماء بذلك أن جميع الجماعات قد عصفت فيها رياح الفتنة وأصابتها فتنة ونهشت من الدنيا. ثم قال هؤلاء العلماء، قال إلا جماعة الدعوة والتي لم تعصف فيها رياح الخلاف، فأن أينما اتجهت وأينما ارتحلت وجدته منهج واحد، مع أنهم حتى على ما نقول أنهم ليسوا بأهل علم وليسوا، ورأينا بمن ألزموا أنفسهم الحديث الصحيح قد أصبحوا شيعا وأحزابا. فلو أردت أن أتكلم عن الفرقة التي كانت فرقة واحدة وأصبحت كل يوم تتكاثر ولود كل يوم تتكاثر لطال الحديث، ولكن الإنسان يعتبر. والعجيب في أناس لا يعتبر إلا من نفسه. وأقول وأذكر بقولة ابن عساكر رحمه الله، قال لحوم العلماء مسمومة، بل إذا كانت لحوم العلماء مسمومة فأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من آذى لي وليا، يقول الله سبحانه وتعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله العظيم ما شرع إنسان لسانه في أهل الدعوة أو أهل الصدق الصادقين، والله إلا الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالموت قلبه عند موته، وإلا الله سبحانه وتعالى جعل له العبرة في نفسه. فاتقوا الله في ألسنتكم، واتقوا الله فإن لم تمشوا في هذا المنهج لا تقفوا حجر عثر أمام الخارجين في سبيل الله وأمام الذين يرجعون الناس. والله يكفي الأمة تفرق ويكفيكم تفرقا، وإن كنتم تطبقون منهج النبي صلى الله عليه وسلم فامشوا كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ائت القوم الظالمين، ليس أبقوا في المساجد وقرأوا واصرحوا بين في النصوص والكتب. لم نسمع عن الصحابة أنهم كانوا رضي الله عنهم طوال الوقت يضعون رؤوسهم بين الكتب يقرؤون، بل كانوا قدم يغبر ولسانا يكبر ورب سبحانه فوق العرش يدبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقولة للرضا، لكلمة الحق في الرضا والغضب، وأن يجنبنا شرور أنفسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه الرسالة أرسلها لكل من أرسل لسانه وأطال لسانه على أولياء الله سبحانه وتعالى، وعلى من يعلمون الناس الأخلاق والإيمان قبل أن يعلمونهم النصوص والقواعد التي هي خاصة بالعلماء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.